La stazione. الآثار تعود إلى ما قبل حقبة كوفن. مكان مقدس. ملكة هيميكو. مدهش. كابتن جيسب. لكونك صغيرة أنت تسببت لي بالمتاعب، لكنك ساذجة وسطحية التفكير. اقتلوها. الأوني وصلت. ما زرني أكثر. ماذا يحدث هنا؟ أرجو أنه لا يزال يعمل. إنهم يبحثون عني.
أكره المقابر. ملكة الشمس وحرسها العاصفي، هذا ما رأيته للتو؟ هيميكو، أول ملكة للشمس، هذه هي يا ماتاي. وأنت فعلا هنا؟ وفعلا فعلا ميتة. لا أصدق ذلك. هذا يشبه كثيرا أحد طقوس النار، طقوس الذبيحة. هذا مريع، لكن لماذا حرقت النساء هكذا؟ رحلة، حج إلى، هل هذا هو المعبد؟ سكب مياه، لكن لماذا؟ ها أنت الملكة. إنها لا تسكب المياه، بل هي تنقل القوة. هذا هو طقس الصعود، إنها طريقة اختيار الخليفة. هنا. لا. سيقتلنا الحراس لانتهاك المكان. من يكون أولئك الحراس؟
وماذا يريدون؟ Thank you.
نعم أنا لارا. أوه يا إلهي لارا، كم يسرني سماع صوتك. أنا أيضا سام، هل باقي الطاقم برفقتك؟ لا، تمكنت من سرقة جهاز الراديو من الحارس. الحارس؟ لقد تم اختطافي. ماذا؟ أين أنت؟ لا أعرف، في قصر ياباني قديم. إنهم دائما يتكلمون عن طقس النار. لارا، أنا خائفة كثيرا، أحدهم قادم، يجب أن أخبئ هذا الجهاز. سام؟ سام؟ طقوس النار، كما رأينا على جدرانيات مقبرة هيميكو. روث، هل تسمعني؟ إنني متوجه نحو القصر، فالآخرون محتجزون هناك. سأنضم إليك وسنذهب معك. فقط عندما ظننت أن الوضع لا يمكن أن يسوأ أكثر، ما كانت تلك الأشياء داخل المعبد؟ كانوا يرتدون لباس الحراس العاصفيين، والأصوات التي كانوا يصدرونها غير بشرية. اللعنة، أنا أتكلم مثل أبي، كما لو أنهم بقايا حضارة ضائعة. حسناً، بدأت أتكلم حقاً مثل أبي. هم قتلوا أولئك الرجال ولن يترددوا في قتلي أيضاً، لكن لن أفكر في ذلك الآن. سام في ورطة وعلي أن أنقذها، إنها تعتمد علي. سيطر على لسانك. احتجزوا بعض النساء خلال الجولة. نعم، اختار ميثايس أحدهم للاختبار، القليل فقط، معظمهم قاوموا بالقوة. ربما هي المختارة، سوف نغادر هذه الصخرة. لا تتحمس، ينتهي الأمر دائما بالطريقة نفسها، فتاة مسكينة تحرق ثم تبدأ الأعمال من جديد. يا رجل، لقد سئمت هذا المكان البائس، أود الرحيل. اسمع يا أخي، جميعنا كذلك، لكن ذلك لن يحصل، فالعواصف لن تسمح لنا بالمغادرة أبدا. تود الرحيل عن هنا؟ ثمة منحدر، اقصده وارمي بنفسك. دعني أنهي هذه الزجاجة. كاد يكشف أمري، هل تسمعينني؟ أنا هنا سام، هل أنت بخير؟ ماذا يريدون مني لارا؟ طقوس النار؟ هذا أمر مريح. أنا آتية، سوف أخرجك من هذا المكان. أرجوك، أرجوك ساعديني. أعدك، أعدك سام. وجدتها. لا سام، سام ساعدوني. you
تعثر من الفاطمة. عنانا امتلأ البرميل. انت بهذه المواد بمثابة الذهب. عنانا نحتاج لشيء للتعبئة. مهلا سأفتش عنها. أسمعت هذا؟ لا سبيل للإسفاف، يجب أن أعبر. Thank you.
وجود معدات في الطائرة. قبضنا على سجين المستبي في المتجر. الرائحة. لا لا شيء. سنستمر في البحث. جيد. خلي تفتش حول الطائرة. أين الرجل العجوز؟ لا أعرف عن ماذا تتكلم. أرجوك. أعرف أنك هربت معه. أرجوك. لا. لا أعرف. يجب أن ألقي لسانك. ماذا يجري في الداخل؟ إنه الصومالي فقد أعصابه مجددا. هل من أثر للعدو؟ لا، إنه شرير قوي لكنه لن يبتعد. وماذا عن الآخرين؟ احتجزناهم. you
روث، هل تسمعني؟ روث؟ لارا، هل أنت بخير؟ أنا بخير، لكنني لا أشعر بذلك. أنا بخير روث. أين أنت الآن؟ إنني في قرية أكواخ بالقرب من القصر المحصن. ما زلت أنزل الهضبة، كيف وصلت إلى هناك بسرعة؟ قصة طويلة. إنني أرى القرية من هنا، هل أنت قريبة من البوابة الكبيرة؟ متجهة نحوها. إنها الغريبة. اللعنة.
شبيحة أخرى. يا إلهي، ما الذي دفعهم للقيام بذلك؟ سيتولى الآخرون أمرها. علقت في الفخ. أخيت بها. لا مكان دلت إليه. ماذا يجري؟ كيف أمكنهم أن يعيشوا هكذا؟ يا إلهي، بريم! لقد هرب. لم يقبضوا علي. اصعدي إلى هنا لننضم إلى الآخرين. انتبهي يا رار، لقد وصلت. هرب يا حبيبي. أطلقوا النيران عليها. لا مجال. لا
فانزل صلي عليها. المزيد من الأسرار معتقلين في الداخل، لكنني أعرف مكانهم. اصعدي لننقذهم. لا يمكنني التسلق إلى الأعلى. اللعنة، لديهم ما يشبه جهازا لرفع الأثقال، استخدميه لتأتي من الجهة الأخرى. حسنا، سأفعل ذلك. Thank you.
محترقين. لا. غريم.
أسلحتك وإلا سنقتل صديقك. لا تفعلي ذلك. حسناً حسناً حسناً. لقد ترعرعت في جلاسكو يا صديقتي. ألقي بهم عن الحافة. أخبروهما. سأجعلهم يدفعون الثمن. القصر، يجب أن أصل إلى القصر. حسناً في الحال. أمسكت بها. اللعنة. أمنت تغطيتك في استطاعتك التسلق. هذا رائع. مات جريم. لقد حاولوا استخدامه لإجباري على الاستسلام لكنه لم يسمح لهم. جريم، أيها العنيد البائس. أنا أسفة جدا روث. لا لا تتأسفي لارا، فكري بإيجابية. سوف نشب نخب الرجل العجوز عندما نغادر هذا المكان. سأحاول أن أقترب أكثر. هل يمكنك تغطيتي مجدداً؟ نعم، أتمتع برؤية واضحة بالبندقية وصولاً إلى جدران القصر. حسناً. طوافة الإنقاذ ترد على نداء الاستغاثة. أين هو موقعكم بالضبط؟ معك كونراد روث من إنديورنس. أتسمعني؟ لارا، هل سمعتي؟ هناك طوافة إنقاذ. هذا خبر رائع روث. أطلق إشارة، سأنقذ سام والآخرين. لارا، ربما علي أن... الأمر ليس كحكاية الطيار. أنا أقحمت الجميع في هذا المأزق وسأنقذهم منه. Thank you.
حسنا لارا، ذلك الجسر مدجج بالحراس. ممتاز، هل من حلول؟ سيكون الوضع خطيرا، لكن ربما في استطاعتك أن تعبري من تحته. كنت أخشى أن تقول ذلك. لا تخافي، سأؤمن تغطيتك طوال الوقت. كلهم. هيا افعلي ما يمكنك فعله. ولكن ماذا يجري في الأسفل؟ هل قبضوا على الغريبة؟ لا تقلق، إنما يقبضوا عليها فستأتي إلينا. الأب مافايس سيرسلنا إلى الأوني ما لم نجدها. فقط إذا فشلنا ولن نفشل، فملكة الشمس ترافقنا. لعل ملكة الشمس ترافق تلك الغريبة. قتلت الكثير. ما؟ الناس انبتهوا بسرعة. لا تتحركي، سوف يرونك. انتظر. انطلق الآن. توقفي، انتظري. أوشكت على إصابة. أخذني. توقفي، انتظري. انتظري. لارا، طريقك سالك. شكرا على التغطية، أظن أننا تعادلنا. لارا انتبهي. سوف أطلع على تلك الفتاة، استسلمي. إن عددهم كبير، غادر المكان. متأكدة من ذلك؟ سأتي بهم، سوف أعود. أعدك. أنت الأولى والأخيرة، تحدثي إلينا الآن.
قطعت رقبتنا. هل هذا مؤلم؟ هذا ممتع الآن. ديمتري، نيكولاي، احضراها إلي. كل كائنة في الطبيعة ستهاجم وتكافح عندما تكون نجاتها على المحك، فلا تفكري بأنني لا أفهمك يا فتاة، فأنا أفعل ذلك منذ وقت طويل. جهزوا أنفسكم يا إخوتي، إن ملكتنا على وشك أن تتكلم. تحدثي إلينا هيميكو، تحدثي إلينا من خلال النيران. أنا آسفة، انظري إلي فقط. إنها هي المختارة. قريبا يا إخوتي سنصبح أحرارا. انقلوها إلى حجرة العرش. لقد انتهى كفاحك أيتها الكائنة. هذا ما هو عليه هذا المكان. يظن ماثايس أن روح هيميكو هي ما يرغمنا على البقاء هنا. هذا مستحيل، لكنه مجنون جدا بحيث أنه قد استعاد رشده في النهاية. الطائرة المروحية ليست سبيلا لخلاصنا. يجب أن أحذر الآخرين، لقد قضي علينا.
ساكنة. ليست هنا، ربما يجب أن نغادر. هيا علينا أن نتأكد، فلنفتش الحفرة. ماذا يجري في الأسفل؟ مرحبا، مطايس أرسلنا إلى هنا، جئنا بحسب أوامره. بعض المنافذين أخبرونا بالأمر، لم نتكلم معه بشأن. إنه يريد أحد السجناء، السجين الذي جاء به. حسنا، أرني إياه ثم سنصطحبه لاحقا إلى نيكولاي. نعم طبعا طبعا. Thank you.
قديمة. هؤلاء الخدم الجدد يخضعون لك. بالأصوات نحن نسبحك، بالقلوب نحن نكرمك، بالنار نحن مرتبطون بك. أنت الشمس، أنت النور، أنت العاصفة التي تهب في الليل. نحن أبناؤك. انتظري حتى طلوع النهار، اجلبي لنا الفجر، ارشدينا إلى الطريق. أصبح مكانكم الآن ما بين السولار يا أخوتي. ارفعوا أصواتكم تكريماً لملكة الشمس. فنحن نعمل هنا. المغفل اللعين، هذا القفص مدمر بقوة. منذ أن هرب العدو لا يحاولون المجازفة. الجدد متسلحون بالمتاعب، علينا نرسلهم جميعهم إلى الأوني. إذن ماذا سيحصل؟ ملكة الشمس سترشدنا وتبعدنا عن هذه الصخرة. أهذا حقيقي؟ أعني أهي حقيقية؟ صحيح، ولا شيء سيمنعنا الآن. لا أصدق، مضى وقت طويل. كل شيء سيتغير، سوف ترى. أجل! أحسنت لارا! أحسنت! كان ذلك أمراً رائعاً جداً لارا، لكن كيف وصلت إلى هنا؟ تلقيت بعض المساعدة. غريم؟ نعم، لكنه لم ينجو. اللعنة، لم أتوقع أن يغلب هذا الرجل. لقد مات شنقا وساعدني للوصول إليكم. مروحية إنقاذ في طريقها إلى هنا. هم يحتجزون سام، هل رأيتم مدمن؟ أظنه لم يصل إلى غرف الضيوف. على الأرجح أن السيد الاستعراضي تمكن من الفرار. سوف نجده، وسام أيضا، ولكن علينا أن نخرج أولا. سأخرجكم من هنا. حسنا، فلنلقي هذا الشيء. هيا يا رجال من جديد. حسنا، استعدوا، اقفزوا. لا فائدة يا رئيس. استعدوا، اقفزوا. لارا، هناك أمور غريبة تحدث هنا. كانوا يتحدثون عن روح الشمس. ملكة الشمس، الحاكمة السابقة لياماتاي. لابد أنك تمزحين، أتعنين أن هذه هي ياماتاي؟ نعم، هذا ما سيتبين. أليس رائعا؟ لقد وجدنا المكان البائس. هذا ليس ما توقعناه. إنه أفضل إنجاز للعام.
سام متورطة بطريقة ما، فقائدهم يظن أنها المفتاح المناسب. ما ممتاز، لديهم تشارلز مانسون خاص بهم أيضا، وهو يدعى ماثايس. خطوة تلو الأخرى، أولا دعونا نخرج من هذا القفص. تمسكوا بشيء. هذا المكان يتزعزع، فالأرض بدأت ترتعش. لا تقلقي يا لارا، فقط تمسكينك هنا. أحسنت عملك. حسنا، الآن ماذا نفعل؟ الثقل الموازن، إنه مثبت في الأسفل. أمسكت بك يا فتاة. شكرا جونا، كان وشيكا. أهلا، لدينا مشكلة، تمسكوا جيدا. خسرنا أرضية القفص. انظر إلى الأسفل، لقد خسرنا كل الأرضيات. علينا الخروج من هنا. يا إلهي، هذا سيكون. لارا انتبهي جيدا هناك. احمدي عينك. يا إلهي، تماما احمدي يا إلهي. يا إلهي، لا تنصر. أسرعي لارا، مهما كنت تفعلين افعليه بسرعة. لارا هيا أسرعي، أخرجينا من هنا. هناك ضوء نهاري في الجانب الآخر، هل تستطيع؟ حسنا، ذلك جيد. احتموا. شكرا. يا إلهي، كان جميل. لا نستطيع هذه المغامرة. حسنا، اذهبوا إذن. سأفقدوا سامو بسرعة. سمعت هذا باليابانية قبل تحطم الطائرة. الطقوس من مقبرة إيميكو، لما ماثايس مهتم بها؟ تعال، اهلك بيدي.
حية. أنت أيضا، أعني هل أنت بخير؟ ماذا جرى؟ عندما تأكدوا أني لا أشكل خطرا عليهم أطلقوا سراحي. لقد قبضوا على الآخرين. نعم سنت في الداخل، لكن لم أتمكن من تحريرها من دون سلاح. هؤلاء السولاري بمثابة أعجوبة أنثروبولوجية. إنهم مجرمون، علينا أن نخرج رفاقنا من هناك. بالطبع سأرتب المكان، ناديني إن احتجت إليه. لا أظن أنك تفهمين، لقد جرى اختيارك يا سامانثا. هذا شرف كبير لك ولنا. كان قد بدأ يشك في أننا سنجدك يوما، لكنها أنت أمامنا. أرجوك، أعرف أنكم تعتبرونني شخصية بارزة، لكنني لست كذلك. لا أريد أن أكون المختارة. لا يتعلق الأمر بما تريدين، إنما بما أنت عليه. إن دماء هيميك تجري في عروقك، أظنك تعلمين ذلك يا سامانثا. لقد فقدت صوابك، لماذا تفعل ذلك؟ أنت تبحثين عن المنطق والعقل حيث لا يوجد أي منهما هنا. لقد ارتكبت الخطأ نفسه ذات مرة ولن أكرر ذلك أبدا. أريد العودة إلى دياركم. وأنا أيضا، لقد انتظرت هذه اللحظة منذ سنوات، لقد كرست حياتي لهذا. ألا تظنين أنني حاولت أن أرحل من هنا؟ أن أغادر هذا المكان؟ جميعنا عالقون هنا، لكن أنت سامانثا تتمتعين بالقوة لتأتي بفجر جديد. لقد كرس كثيرون أرواحهم طوعا مقابل هذه النعمة. النيران تزداد شدة، الفتاة الأخرى قد اختفت. لابد من إنهاء ذلك. ديمتري احرسها جيدا. لارا أنت هنا؟ كنت قد بدأت أظن أنني أفقد صوابي. لا بأس لا بأس لا بأس، أسلحتي. كيف سنتمكن من الخروج من هنا؟ يجب أن نرحل قبل أن يعود. ويتمان، ويتمان أين هو الآن؟ اهربي لارا اهربي. امسك بهما. عودي إلى حجرة العرش. لارا لا تتوقف سام، سأجد طريقا للخروج. ها هنا.
اذهبوا جميعا، اعثروا على الشخص المختار. الفتاة لي انا. كان للاختباء. ضغطي عليه يا صديقي. اللعنة.
تعالي معنا، لن نؤذيك. لا تقلقي. سام اهربي. حاول من هناك. الغريبة you
سألحق بك. ولا تصعدي في الطائرة المروحية. عليك أن تصدقيني، أرجوك صدقيني. اذهبي. بالكاد استطعت نجاة ذلك المكان.
لارا 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 أولا هيا استيقظي هذا شيء هيا هيا بسرعة إنهم هنا أفعل ذلك من دونك أنا آسف لارا أنا آسف يمكنك ذلك أنت لارا كروفت لارا هل أنت بخير؟ هل هي بخير؟ الأهم هو لارا أليس كذلك؟ أنسيتم أنها سبب وجودنا هنا؟ هذا ليس عدلا ريس أنت محقة ما كان علي أن أقول ذلك إنما روث لا أعرف ماذا سنفعل من دونه فلننقله بعيدا ونجري التحضيرات لقد مات كمحارب وسيدفن كمحارب قارب النجاة القديم على الشاطئ يفترض أن أنجح في إصلاحه يستحق العناء هذا لا يهم لن نرحل أبداً عن هذه الجزيرة أرجوك لارا لا تتكلمي بهذه الطريقة علينا أن نجتمع لنبحث عن خطة ملائمة لكي نرحل أنتم من هنا. لا تفهمون جميعكم ثمت شيء سيمنعنا من الرحيل ثمت شيء؟ لارا يجب أن تستريحي سأكون أول من يعترف بأنني أحبذ الأمور الغريبة عادة لكن هذا المكان يفوق الخيال لن أموت هنا سأصلح ذلك المركب وسنرحل تعرف أن هذه الجزيرة ليست مطمئنة جونا ما أعرفه أننا لا نستطيع استخدام المنطق لنفهم هذا المكان أعرف أنك تعتبرين حدسك نقطة ضعف لكنه نقطة قوة ثقي به لارا نحن بحاجة إليك الرجل الضخم محق لا أقدر أن أتركه أحتاج إلى الوقت تعرفين أين سنكون تعالي عندما تجهزين لن نذهب إلى أي مكان من دونك أبقيه بجانبك ما
ماذا سأفعل؟ تتمتعين بحدس كبير، عليك أن تثقي به. لا أحد يغادر. العواصف هي متصلة بقوة ملكة الشمس، هذا ما يمنعنا من الرحيل. يتضمن المعبد حجرة للطقوس، إن كان هذا ما يحميه حارس العواصف فلا بد من أن طريقة إيقاف العواصف تكمن في داخلها، مدخل سري إلى النهر. المركب لا يمكننا استعماله إلا للوصول إلى حجرة الطقوس. جونا، ريس، اللعنة، كان يجب أن أذهب معهم. الدموع لن تعيدني يا فتاة، هذا ما كان راثلي يقوله. لا أصدق أنه مات. يا إلهي، أتمنى لو أنهم قتلوني بدلاً منه، لكنهم لم يفعلوا. أنا هنا على قيد الحياة، وأنا واثقة أن ما من مركب أو طائرة ستنقلنا بعيداً عن هذه الجزيرة أقله حتى الآن. أعرف أن الإجابة تتعلق بهيميكو وبذلك المعبد. يجب أن أفعل شيئاً، يجب أن أضع حداً لما يحصل.